مشاكل قائمة مشاكل قائمة وزارة نائمة وزارة نائمة مشاكل قائمة مشاكل قائمة والوزارة نائمة والوزارة نائمة وشوف شوف بعينك شوف وشوف شوف بعينك شوف وشوف شوف بعينك شوف وشوف شوف بعينك شوف. السلام عليكم. دكتورة عفيفي سمية، طبيبة رئيس المركز الصحي الرياض. أنا إحنا اليوم دايرين وقفة تضامنا مع الممرضة كريمة اليماني، الممرضة رئيسة اللي تعرضت للسب والقذف والشتم مع التهديد والضرب الذي تسبب في كسر بعظمة الأنف الذي نتج عن شهادة طبية ديال 24 يوم، زائد الضغط النفسي اللي تعرضت ليه لأن من ديك ساعة وهي ما كتنعش. احنا كنطالبوا هذا الشيء ناتج علاش طلبت من هذوك المرتفقين دخل غير الام مع الدري، لان دخلوا بهم اربعه الاشخاص على ولد واحد، قالت لهم خصكم ديروا الكمامه ابتداء يدخل غير واحد، لان احنا كندخلوا العدد محدود عندنا، لان عندنا الحمله تلقيح ضد كورونا الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، زائد البرامج اللي هي الامراض المزمنه، تتبع الحوامل، الاطفال، الفحص الطبي العادي. اذا حمايه لهذاك المواطن خص العدد يكون محدد. هذيك السيده ما قبلاتش هذا الشيء اللي قالت لها الممرضه، هزت الميزان ضربتها بزيد اتلاف الملك العام من المكتب واللي كان فوق منه، وحنا كنطالبوا بالحمايه، كنطالبوا تزويدنا بالموارد البشرية باش نقدم خدمة، لأن لا حنا ولا المواطن كنخلصوا فاتورة الشح في الموارد البشرية. وشكرا. لا تسويف لا طماطول بلا حلول ترقيعية، لا تسويف لا طماطول بلا حلول ترقيعية، وبلا تسويف لا طماطول بلا حلول ترقيعية، وبلا تسويف لا طماطول بلا حلول ترقيعية. قولوا الحكومة مطالبنا مشروعة، قولوا الحكومة